السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا للدرس السابع الدولة العثمانية، سوف نستكمل معا ونقوم بدراسة ما هي مواقف الدولة العثمانية في شبه الجزيرة العربية. نجد أن الدولة العثمانية كان لها مواقف معادية عدائية للدولة السعودية الأولى والدولة السعودية الثانية، وبالفعل قامت بمحاربة الدولتين، الدولة السعودية الأولى والدولة السعودية الثانية، وساندت بعض الزعماء المحليين مثل ابن رشيد ضد الملك عبد العزيز، بالإضافة إلى قيامهم بتدمير الدرعية وما حولها من البلدات وأجزاء كثيرة من بلاد زهران وعسير، بالإضافة إلى تعذيب الإمام عبد الله بن سعود بل وقتله في اسطنبول، وكان آخر خلفاء الدولة السعودية الأولى وكان آخر أئمة الدولة السعودية الأولى. التضييق على أهالي الإحساء وعسير وخاصة التجار منهم، وحاولوا مرارا وتكرارا أن يرفعوا بشكواهم للسلطان العثماني ولكن لم يستجب لهم. التهجير القسري، وله معنى سفر بيرلك، أي تهجير أهالي المدينة المنورة من أجل تجنيد أبنائهم لمساعدة الدولة العثمانية وحليفتها ألمانيا في الحرب العالمية الأولى، حيث نقل بعض أهالي المدينة إلى الشام نقلا تعسفيا أي جبرا، ونهبت أغذية المدينة المنورة وخيراتها من أجل تمويل عساكر الدولة العثمانية. هل استمرت الدولة العثمانية في قوتها؟ لا، ضعفت الدولة العثمانية وسقطت. أدت الجهود التي قدمها السلاطين الأوائل دورها في الحفاظ على كيان الدولة، ولكن بعد ذلك ظهر عندي سلاطين ضعفاء وسقطت الدولة في 1342 من الهجرة. ما هي أهم العوامل التي أسهمت في ضعف الدولة العثمانية؟ أولا، الابتعاد عن الشريعة الإسلامية وسيطرة غير المسلمين على مواقع النفوذ فيها، انتشار الممارسات غير الشرعية، ضعف السلاطين المتأخرين وميلهم للترف، بالإضافة إلى اتساع مساحة أراضي الدولة العثمانية وتنوع عناصر المجتمع فيها. تردي أوضاع الجيش وتدخله في شؤون الدولة الإدارية والسياسية، حروب البلقان التي أنهكت الدولة وأضعفت من عزيمتها، تعامل الدولة العثمانية السيء مع الأراضي التي احتلتها، عدم تنمية البلاد التي يسيطرون عليها. ثم نبدأ سويا بحل تقويم الدرس. استنتج أسباب شكوى أهالي الإحساء من الدولة العثمانية. لماذا؟ واحد، بسبب التضييق عليهم وخاصة التجار منهم. اثنين، رفعوا شكواهم إلى السلطان العثماني ولم يستجب لهم. السؤال الثاني، علل أي اذكر السبب. أسباب معاداة الدولة العثمانية للدولة السعودية. لماذا؟ وصف العثمانية الدولة السعودية بصفات خاطئة، ومنها وصفها بالوهابية لتشويه مبادئ الدولة السعودية وتنفير المسلمين منها. ما هي أهم وأبرز إنجازات الدولة العثمانية في آسيا وأوروبا؟ امتداد الدولة العثمانية في أراضي آسيا الصغرى وأوروبا، أيضا إنشاء المساجد والمعاهد، أيضا تأسيس فرقة الإنكشارية العسكرية. ما هي أهم وأبرز أسباب سقوط الدولة العثمانية؟ واحد، ضعف الوازع الديني وعدم قيام العلماء بواجبهم الديني والدعوي، ضعف الخلفاء المتأخرين وميلهم للترف، كذلك اتساع مساحة الدولة وتنوع عناصر المجتمع وفئات المجتمع، تردي أوضاع الجيش وتدخله في شؤون الدولة السياسية والإدارية. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.